انت بقى ليك في شغل البيت؟ لا ما بتعرفش تعمل حاجه في البيت. ها امال مين اللي هيعمل بقى؟ انت بفكرك يعني مين اللي هيعمل؟ انت قول. الله، تحبي اقول لك انت هتزعل، هتقولي انت مش مؤمن بالمساواه. هقول لك عشان انا ما اعرفش اعمل شغل البيت. فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه يعني؟ ممكن اغسل طباقي وبعدين واحطها في البتاع اللي بينشفوا عليها الطباق. يعني انت قصدك ان انت هتغسل طباقك انت وهتسيب بقيه المواعين، ولا قصدك ايه بالظبط؟ يعني هغسل المواعين كلها مثلا. امال انا ايه ده؟ في ايه؟